السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعلم المتقي الناطق رسمي جميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. حينما كنتواجدوا عند أحد أبطال مسابقة بالفاع الكاريتية وضمن عصبة الدار البيضاء الثقافية، وأيضا داخل جمعية جوهرة سبتة، دائما عند الأبطال الكبار إخوان النتوبي، لأنه بأول ثاني ديكلاراسيون في هذا المسابقة. وشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شاهدوا المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذه المسابقة الإخوان النتوبي. السلام عليكم. وعليكم السلام أخ بالعيد. كنشكروك الأخ بالعيد وكنشكرو مكتب مصرية جوهرة سبتة، الأخ طارق والأخ بوهو، وكنشكرو الناس اللي كيسهروا على الأولى هذه في مكتب مصير. وبالنسبة للطرقة الأخ بالعيد، ما كانش طرقة سهلة، كانت طرقة شوية قاصحة، ما مكلفة شوية العصا. الحمد لله وفقنا الله وديكلارينا مع الأوائل في جوهرة سبتة. بارك الله. وكما يسمون بهذه المسابقة، وهي مسابقة الموت والانتحار بالنسبة لجميع الموالع داخل مدينة الدار البيضاء، وهادشي اللي كاين، والله يسخر الجميع. ونشوف ناخذ كلمه عند الاخ ديالك هو اللي غادي يعطينا شي كلمه. السلام عليكم. ان شاء الله. كنشكرك الاخ بالعيد على المجهودات اللي تقوم بها. بالنسبه للمسابقه، كانت مسابقه في اجواء صعبه، الحمد لله توفقنا بالحمامه اللي كانت نظام دوزيام داخل جوهرة سبتة. تبارك الله. التوقيت ديال الاعلان ديالكم؟ لا، جو 25 دقيقة و 9 ثواني. و9 ثواني ياك. قبل ما خولت لي المركز الثاني في وسط جمعية جوهرة سبتة، والمرتبة المشرفة داخل عصبة الدار البيضاء الثقافية، ضمن الأوائل في عصبة الثقافية. إن شاء الله تبارك الله عليكم، مبروك عليكم مرة ثانية. قبل ما نرجعوا عندكم، ناخذوا كلمة عند المكتب المسير لجمعية جوهرة سبتة، أخ طارق جامايكا. السلام عليكم الأخ بالعيد. كنشكرك على هذه المجهودات أخويا باش تعرف لنا الأبطال تبارك الله وسط مدينة الدار البيضاء، على مستوى المغرب وعلى مستوى العالم كامل. وكنشكروا كاع المتتبعين صفحة بالعيد فيسبوك الناطق الرسمي لجميع الجمعيات والعصب. وكن جينا نهنئوا الاخ اخوان تبارك الله الناس وكاع الابطال ديال جمعيه جوهرة سبتة، وشاركنا معهم الفرحه. وتبارك الله راه الحميمه هي هذه كما كتشوفوا. الله يسخر، اللهم بارك وزد في ذلك. حمامه شنبوره ياك؟ 57 363. تبارك الله. هي الباك ديال العصبه 2018. وتبارك الله كما كتشوفوا راه حمامه في المستوى. الله يسخر تبارك الله. الوالدين ديالها تبارك الله ابطال، الله يسخر لهاد الابطال هادو. قبل ما نرجعوا للحمامه، ناخذوا كلمه عند الاخ مصطفى بوهو، طونديم ديال صلاح الدين خانوس، وعن مكتب جمعيه جوهرة سبتة، شي كلمه في حق الاخ الاخوان. اول ببدء شيء كنشكروك الاخ بالعيد على المجهودات الجباره اللي كتقوم بها، وكنرحموا لك الوالدين، وتستاهل الرحمه. كتعرف الناس داخل المغرب وخارج المغرب، وابطال الاخوان النتوبي تبارك الله. قبل ما يكونوا ابطال، كاينين ابطال في الاخلاق تبارك الله، من الناس المميزين عندنا في دار الشباب، كيجيو كيدفعوا الحمام ما دراوش، اخلاقهم عاليه وتبارك الله، الله يسخر لهم. يشغلون كثيرا ولا يتكلمون كثيرا، هادشي اللي كاين. ودراري تبارك الله دراوش ولا دربنا راه كبروا معنا، كنتمنوا لهم التوفيق ومزيد من العطاء والتألق ان شاء الله. ان شاء الله. وناخذوا شي كلمه مع الاصدقاء ديالنا ومع الابطال داخل جمعيه جوهرة سبتة. نشكرك السي بالعيد، كنهنئوا الابطال على الفوز اللي فازوا. نشكرك الاخ بالعيد على هاد المجهودات اللي كتحاول تقوم بها، اللي كتحاول تشجع بها الموالي. وكما كتشوف راه البطل ايوب نتوبي من الابطال الكبار. شكرا. كنتمنوا له التوفيق باقي المسابقات. رجعوا عند البطل ديالنا. بالنسبه لهذه الحمامه قلت لي شنبوره الاخ الناتوبي ياك؟ فيه عندها شي انجاز ولا؟ لا، هذا العام هذه كانت ماشي اول انجاز لها. اول انجاز. المهم كتحضر من بين الاوائل بعض المرات. ولكن وصلت المسافه ديالها، لا فيتاس ديالها راه شادتك. تبارك الله. يمكن لك تكلم لنا على الحمامه اذا كان ممكن تعطينا هي يعني منين كتنحضر السلاله، يعني بيديغري ديالها الاخ الناتوبي؟ الحمامه هذه الاب ديالها زيد عندي، ما فهمتيني بحال قلت شي 100% ديالها. ديالك 3 سنين ولا 4 سنين. ذكر بوا زيد 2015 زيد عندي. كان لاعب عندي، وذكر بوا كان عند من احسن الحمام عندي انا. كان ديما كيديكلاري، ديما كنتي، ديما اي طلقه كتخرج ليا من الاول. مجموع في جميع السلالات ياك؟ تبارك الله. كان في واحد ذكر اسباني حكيم شويه،
ومزيت الام كاين شويه ديال الحمام جديد شي 25% ديال الحمام ديال جديد هي بحال قلت شي 75% ديالي انا 25% شويه حمام جديد. تبارك الله. والاب ديالها راه من الحمامات المعززين عنده. واحد الكار عزيز عليا راه هو في السجن ديال الخدمه كان ما كيتفاكش. كل ما كنعرك حتى كنعرك في شي طلقه كيخرج ليا خاص بالمفيطه ياك. وبنته تبارك الله راه ما حسش بدناش في الطلقه هادي والله يسخر. هذا الاخ ديالك ما كانش حاضر معنا في مسابقه ديال ربما ارقان هي اللي قلت لك هي ما كانش حاضر معنا في ماسا بغينا كيعاونوك كتعاونو بجوج في اللوفت ياك هذا هو اللي مقابل انت اللي مقابل ياك كيفاش كدير مع على حسب القرايه وعلى حسب الوقت وعلى حسب كنفيق مع دابا مع ولا الجو دابا شويه الساعه 7 كنفيق مع 8 ونص كنتلاقاو كيفيق هذا مع 10 كيدخلهم وكيمشي للخدمة، كنجي انا مع 12 نعاود نلقى عليهم نتلاقاو مع عاوتاني. تبارك الله. وفي العشية عاوتاني مع 9 ونص نتلاقاو مع طيارهم وندخلهم وناكلوا. المهم معاونين مكافحين ياك. تبارك الله والله يسخر، شحال حمامة ديتي وشحال باقا الأخ؟ أخ بالعيد دينا 25 حمام. شوف راه كاع المولع كلهم مشى لهم الحمام، غير حنا بغينا نديروا واحد بعض المعطيات. دينا 25 جاونا 7 جوني 5 فوق عشان الديكلاراسي وجوج قرب يأذن المغرب. سبعة في نهار وغد لي تزادوا 5 والبارح تزادوا واحد الدكار اخا ديكلاري لا ما فرحناش ديك الفرحه لان الحمام اغلبيه ديال الحمام اللي هو ديكلاري بحمامه وكيمشيو لك 10 ولا 12 ما كتفرحش ديك الفرحه هذاك الشيء اللي كاين ولا بغيتي تفرخ 12 وتولفهم راه غادي يشيبوا ماشي كتجي طلقه كدير لك 12 ودابا 3 سنين متابع وحنا كن نفس الطلقه كيمشي لنا الحمام الموسم الماضي كانت ولا جرار 2016 2017 2018 كل عام نفس الطلقه كيبقى الحمام عندك حتى كتوصل للطلقه هذه كيمشي واش دير الله يصوب دابا المكتب المسير ديال الجوارات سباته ما عليه والو وما تبارك الله راه كيقاوموا بهذاك الشيء اللي عليهم كيمشي الحمام في احسن الاجواء العصبه الله يسمح لهم واش غنقول هذاك الشيء خطا كيوقع هذا العام وكيعاود يوقع وكيعاود يوقع راه خاص التغيير فهمتي خاص التغيير خاص هذاك المكتب يبقى هو وهادشي اللي كاين اخ وكنشكركم بزاف كنشكر المكتب المسير ديال جوارات السباته اللي حضرنا هنا في عمليه الكونترول عند احد ابطال مسابقه بالفع مسابقه الموت والانتحار عن جميع الموالع داخل مدينه الدار البيضاء وخاصه عصبه الدار البيضاء الثقافيه دائما عند الابطال اخوان الناتوبي كنشكركم بزاف على الحسن الاستقبال والترحيب والضيافه كنشكر مكتب المسير للجمعيه اللي تاهما اللي كيقوم بجهود كبيره لظهور بعض الصور وبعض بعض الابطال ديالها كيشرفوا الجمعيه وكيشرفوا عصبه الدار البيضاء الثقافيه اخ بو هو غتزيد شي اضافه المناسبه كنطلبوا الشفاء العاجل لخونا بدي بدي حميد الله يجيب لي الشفاء ان شاء الله امين يا ربي وجميع المسلمين عامه وكما شاهدتوا معنا الاخوان دائما الكونترول عند الابطال مسابقه بالفع عن جمعية جوهرة السباته وبهذا الفيديو وبهذه اللقطات نستودعكم الله وفي أمل لقاء بكم مرة أخرى ومع بطل آخر ومع مسابقة أخرى دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.